لا بالوقف الشيعي، الوقف الشيعي مو؟ اي نعم. ها جيد، احنا اخذنا هاي، اخذنا القبعة هاي كملناها. مال مسلم ابن عقيل اخذناها لو لا؟ احنا اخذنا لها في الشرطية. احكيكم على مسلم ابن عقيل اخذناها لو لا؟ لا لا ما لا اخذناها، لا ما اخذناها، اخذنا السؤال خالص. هنا يقول هو من هو مسلم ابن عقيل؟ اكو خطأ هنا. المهم من هو مسلم ابن عقيل؟ هو مسنجر، هو رسول الإمام الحسين المن تو إلى كوفة. الكوفة، هو رسول الإمام الحسين تو إلى الكوفة، هذا اللي تكتبوه زين. وبالمناسبة إذا كتبت بس هاي هم راح يعتبروها صح، مسنجر أوف إمام الحسين. وير، أين، وين، متى استشهده؟ أين متى وأين استشهد؟ في الكوفة. المفروض يكتبون السنة، بس قايلين before arrive إمام الحسين، قبل وصول الإمام الحسين. وين متى صن أبنائه كابتشر، تم الإمساك، يعني تم إمساكهم افتر، بعد استشهاد الامام الحسين، بعد استشهاد الامام الحسين. بس مو لازم يكتبون السنه، بس يلا. وات، ماذا ابن زياد امر، بماذا امر ابن زياد؟ بوت سانز ان بريزن، ان يضع الابناء في السجن. ديد جيلر، هل السجان شعر بالحزن؟ نعم. طيب what did he do، ماذا فعل؟ set them free، أطلق سراحهم. كملنا هنا old woman، تكملتها. Did the old woman، هل المرأة الكبيرة بالعمر welcome them، رحبت بهم؟ نعم رحبت بهم. What did her son-in-law finally do، ماذا فعل نسيبها؟ Took the boys، أخذ الأولاد. To the bank، إلى ضفة الفرات. Kill them، وقتلهم. Did ابن زياد أجري، هل وافق ابن زياد على ذلك؟ No، كلا. طيب what did he do، ماذا فعل؟ same thing، ها kill، هنا هواي حاجي، ف نقدر نختصر هذا الجواب ونقول kill أن يقتل. The killer. أن يقتل قاتلهم. هذا الاختصار مالتها. والسؤال الأخير يقول What was the end of cruel man؟ ماذا كانت نهاية الرجل القاسي؟ Beheaded and placed the head above spear. Spear. ها، وضع رأسه على الرمح. زين. ما راح ناخذ قطعة هواي، 9 أسئلة كلش كافية عليكم هسه. وين نروح؟ نروح إلى القواعد. نجي اليوم وين بران تي بعدها سي اتش، ها الاصوات. هاي الاصوات شباب، تعالوا خلينا ندرس الاصوات، وهم ما راح ناخذهن كل يوميه، ناخذ من عندهن جزء حتى ما يصيرن صعبات عليكم. هذا حرف التي، زين شنو المشكله؟ ماكو مشكله، حرف التي يبقى نفسه تي، ولكن يقول إذا جاء بعده
CH أو إجا بعده EN إيش نسوي؟ لا يلفظ. لا ما فهم شلون؟ شلون يعني ما يلفظ؟ سد المايك شباب، سد المايك. خلنا ناخذ مثال، شلون يجينا؟ اكو هواي صيغ تجي بيها الاصوات. تعالوا خلينا ناخذ هاي الصيغ. اولا we can find t، يمكن ان نجد صوت t in فراغ، ويعطينا مجموعه من الامثله. على سبيل المثال بوتشا، أو ما أريد نلفظها، أو يا هاي الصيغة الأولى اللي تجي بيها، ومثل حرف التي تجينا مثل هاي الصيغة. فهنا أنا يقول أي نجد حرف صوت التي وين؟ نجد صوت التي في taken. ليش يا بتأكد؟ لأن يقول إذا لقينا وراها CH أو لقينا وراها EN لا يلفظ. إذا الجواب تيكن. أكو صيغة ثانية؟ نعم. يقول the letter، الحرف T، شبيه الحرف T doesn't pronounced، لا آسف صير wasn't أو isn't pronounced، لا يلفظ in فراغ. يقول صوت التي أو حرف التي لا يلفظ في هذه الكلمات. شنو ذني الكلمات؟ وين رحتي؟ يقول ياهو من ذني حروف حرف التي لا يلفظ. هذا ليش هذا؟ لان احنا اتفقنا انه التي اذا اجى وراها سي اتش لا يلفظ. اذا هذا هو الصوت الذي لا يلفظ به التي. هذا بالنسبة للتي. من عنده سؤال علي قبل ما نكمل؟ ماكو. زين. واضح. لا ما خلصنا دقيقة. شلون؟ هنا يقول الاي دي إذا إجت بالأخير راح تلفظ تي. شو وقت تلفظ تي؟ لا هاي راد لها سالفة طويلة. شنو هاي السالفة الطويلة؟ عندنا دقيقة. هنا هذا حرف البي. إي. وحرف الكي. نعم. والتي اتش. إي وبعد غيرها. اي هذن الحروف هي اكو غير ان ترى حرف الكي ايش بيهن ذني؟ هذن الحروف اذا لقيت وراهن اي دي فهذا الاي دي يلفظ تي. شلون؟ ها شلون؟ على سبيل المثال بط، هاي الكي هاي كررناها مرتين. هاي اصلا هاي الكي اذا اجى وراها الاي دي راح تلفظ تي. اذا هذن الاثنين يلفظن تي. مثال اخر helped، فهاي الاي دي تلفظ تي الى اخره. زين هسه هو معطيكم بس مشكله. هاي هي خلصنا؟ لا، عندنا ذن الكلمات شواذ اللي هي كاسل ورسل، لأن أيضا حرف التي لا يلفظ. إذا هذا عندنا صوت التي. يلفظ التي دائما ما عدا إذا إجا سي اتش أو إي إن أو لقينا إي ها أو لقينا ذن الكلمات الشواذ. وأيضا أكو بعد وحدة ما ذاكرها وهي
التي اتش شبيه التي اتش، هاي التي اتش اذا لقيتوها ترى ما تلفظ التي، تلفظ لوثي لوثي، هذا بالنسبه الصوت التي. نجي الى صوت الاس، الاس يلفظ دائما يعني ماكو شيء يعيقه، هسه راح نشوف شنو شغلات يعني، بس دائما وين ما تلقون الاس هو نفسه اس. ولكن هذا صوت السي اذا لقينا وراء وحده من ثنيها راح يلفظ اس. خلصت؟ لا. ها عندنا كلمات تختلف وياها. شلون؟ تعال نراويكم شلون. على سبيل المثال يقول لنا وي كان فايند the sound s in فراغ، ويعطينا كلمات ويقول لي اياهم منهن بها حرف s او صوت الاس. احنا قلنا صوت الاس اذا لقينا وراها اي، السي اذا لقينا وراها اي اللفظ. هذين الصوتين اللي اخذناهم كلش كافيات، البقيه ناخذهم بالتدرج. شوفوا هنا مطينا امثله عليها، يقول هذا التي وين القاه؟ القاه بالهيلد. وهذا الاس وين القاه؟ سيتي، نفس هذا المثال اعطيتكم اياه. وهذا الاس بليس. هذين البقيه ناخذهم المحاضره الجايه. اخذنا شباب المحاضره السابقه في الشرطيه وكملناها، شرحنا لكم تفاصيلها كلها. عندنا بعد شغلة، عندنا الرلاتيف. شنو استاذ هاي الرلاتيف؟ ضمائر الوصل. شبيها ضمائر الوصل؟ هسه راح نسولف لكم على ضمائر الوصل، بس خلينا نشوف وضعيتها. اوكي شبابنا الاعزاء، خليكم ويانا. ايش عندنا؟ عندنا موضوع اسمه الرلاتيف. ايش في هذا الرلاتيف؟ تعالوا نسولف لكم على الرلاتيف. عندنا الهو وعندنا الهوز وعندنا الهوم وعندنا الويتش وعندنا الوير. والله مطينا غيره بس دلوقتي. هو لا مطينا بس الوجه، الوير ما مطينا، اذا مطينا بس ثلاث ادوات. اي نعم بس ثلاث ادوات مطينا، هو هوم ويتش وير وهوز. وحدة وحدة تعالوا نسولف بيها. هاي اللي هو يجي قبلها اسم عاقل، وهاي الهوز يجي قبلها اسم عاقل، وهاي الهوم يجي قبلها اسم عاقل. طيب هاي الويتش يجي قبلها اسم غير عاقل. اوقف استاذ، اوقف اوقف. نعم تعال يا تعال، هسه انت بلشت بينا عاقل وعاقل وعاقل، احنا شلون راح نميز بين هذا العاقل وهذا العاقل وهذا العاقل؟ الهو تاخذ العاقل ويجي وراها لو فعيل، لو فعل مساعد. زين وهاي الهوز يجي وراها اسم، وهاي الهوم يجي وراها ضمير. طيب وهاي الوجه ما لنا علاقه، الوجه تاخذ غير عاقل وتديه شغلتها. لا ما افتهمنا هسه، احنا هنا محتاجين متطوع. من يتطوع ويانا؟ من يحب يشارك؟ عندنا كلمة بانك، هذا البانك عاقل لو غير عاقل؟ الغير عاقل ايش تاخذ؟ غير عاقل.
بعد مين يحب يشارك؟ الغير عاقل تاخذ وجه. ها آه. من يحب يشارك غيرها؟ عندنا كلمة women. نعم امرأة طبعا. عاقلة لو غير عاقلة؟ المرأة عاقلة، كلها نعرف المرأة عاقلة ما فيها شيء. زين بس دقيقة، احنا عندنا ثلاثة عاقل. نروح للكلمة الورا الفراغ visited فعل. إذا عندي عاقل قبل الفراغ وبعد الفراغ عندي فعل، شو نخلي؟ فعل. قبل الفراغ عاقل وبعد الفراغ اكو فعل، شو نخلي؟ خلي هو. جيد، نروح لوراها، من يحب يشارك بعد؟ عندنا البوي. نعم استاذ. ولد. الولد عاقل لو غير عاقل؟ ولد. اكيد. البايسيكل عاقل. اسم. هسه عندي قبل الفراغ، لا عندي قبل الفراغ عاقل وورا الفراغ اسم. ايش راح نخلي؟ اذا نخلي هوز، هاي نخلي هوز. جيد جدا. بعد من يحب يشارك؟ بيشنت معناها مريض، والمريض عاقل وورا الفراغ لقينا فعل، ايش راح نخلي؟ ها اجاوب انستاذ؟ اي اجاوب؟ لا، عندنا ضمير، نختار الأولى. عندنا عاقل وبيها ضمير، عندنا عاقل وعندنا فعل. هنا أنا حاط لنا وجه، بصراحة أنا شاك هاي وجه. Can you tell me which shirt is... ها لا لا صح، which shirt is nicer. يتكلم عن الألطف. هاي نقدر نعتبرها حالة شاذة، حفظوها حفظ. يتكلم عن القميص، إذا نختار غير عاقل. ها وصلت الفكرة لو لا؟ تعال نشوف هنا أنا. تيتشر، اعيدها الجمله الاخيره. اعيدها اعيدها هاي الجمله. اذا لقيتوا قميص تخلون وجه. اي تعال نشوف هنا عندنا تيتشر معلم. نعم. وكيم فعل، اذا عندنا قبل الفراغ عاقل وورا الفراغ فعل. فعل العاقل وفعل شنو خل... هو جيد فعل. هاي هاي هم ما تم قميص، هم قميص ياخذ وجه. طيب people طلاب ودو فعل، شو نخلي؟ عاقل وبي فعل. هو جيد. هو وهنا عندنا بنك مصرف، نخلي له وجه لان البنك غير عاقل. وهكذا من ما فهم هذا الموضوع. ها من ما فهم هذا الموضوع شباب؟ اوكي واضح استاذ، واضح. هو اعتمد علينا. اخذ سكرين للشاشه حتى الغيها.